أهلا بيكم معانا مرة تانية. النهاردة في أكتر من حاجة شديدة الأهمية. من أهم الحاجات هي اليوم في حد ذاته، وهو يوم الشهيد. النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الندوة التثقيفية رقم 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. خلال الندوة وجه الرئيس الشكر والتقدير لأهالي الشهداء والمصابين للي قدموه من تضحيات للوطن. احنا عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين بعد اذن حضراتكم هنستمع لمقاطع من كلمات او من كلمة الرئيس النهاردة في الندوة التثقيفية رقم 35. بس مهم جدا واحنا بنسمع بانصات ونفتح عقلنا وقلبنا للي بيتقال، لانه اللي اتقال ده شديد الأهمية وبالذات في هذا التوقيت. خلونا أبدأ الأول كلامي بتوجيه الشكر، كل الشكر وكل التقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد وأسرة كل مصاب. والحقيقة أنا كنت عايزكم تبقوا دايما أقول إيه، أسمعكم الكلام اللي بيقولوه الأسر، الأهالي، الأب والأم والزوجة اللي قدموا أبنائهم أو أزواجهم. يعني كلام عجيب، والله كلام عجيب والله، إن هم بيتكلموا كده ويقولوا الكلام اللي أنا ما كانش ممكن أبدأ كلمتي غير ما أقول طالما في مصر شعب وأسر، وزي ما أنتوا شايفين كلهم أسرنا، يعني ناس كلها بساط زينا، لكن واللي راح سند وظهر وضنا أبداً. كل كلمة تتقال كلمة طيبة، كلمة رائعة، مستعدين ونقدم أكتر. والأب يقول لي وأنا كمان، فمن فضلكم نحييهم. خليني ارجع على جملة الرئيس في وصفه لكلمات أسر الشهداء، ووصفها الرئيس بأنها كلام عجيب والله. ليه؟ أقول لكم واحدة واحدة. لما بتاخد بالك بتلاقي أنه كلمات الأسر، سواء إذا كان الأب أو الأم أو الزوجة إلى آخره، أنه في استعداد دائم لدى الأسرة. مش بقولك بقى لتقبل فكرة أن ابنهم يستشهد، لأنه في النهاية ده شرف، لكن تقبلهم لمسألة ولا زال لدينا استعداد نقدم بدل الشهيد 2 و3 و4. وزي ما قال الرئيس، قال دايما نسمع الجملة بتاعت يا ريتني كنت أنا والله. إيه اللي تقعد تفكر فيه في ده؟ هل الشهيد المصري ده قبل وقعة استشهاده، مش هقولك بشهر ولا ب2 ولا ب3، بيوم، ب24 ساعة، كان يعلم أنه سوف يستشهد؟ لا، العلم عند الله وحده، لكنه مستعد طول الوقت. طيب كلمة مستعد طول الوقت دي معناها ايه؟ معناها انه احنا هنا بنتكلم على مجند او ضابط مصري في الجيش او في الشرطة. حلو كده؟ جميل. فده معناه انه كل مجند او ضابط في مصر طول الوقت مستعد للشهادة، طول الوقت، ورايح مهمته وهو مستعد، ورايح يقوم بتكليفاته في حماية الوطن وهو مستعد. ده أنا ممكن أجيلك أحطها في قوسين كده، تكليفاته، واجبه، إحساسه الوطني رفيع المستوى. مصر لو إنه فيها كنوز، فإنه أكبر وأهم وأقيم كنوزها هو إنسانية المصريين. الضابط أو المجند المصري اللي استشهد زي ما وصفه الرئيس كنز من الإنسانية، ولأنه هو جزء لا يتجزأ من الجيش أو الشرطة المصرية، واللي زيه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف لو حبينا يعني نتحرى الدقة. إذن أنت عندك كنز اسمه جيشك وشرطتك، قدر اللي اتعمل منهم وقدر اللي عملوه علشانك، بس كده.